السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنقدم من خلاله تصحيح التمرين رقم 11 المخصص لدرس مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية مبادئ في الحسابيات. نص التمرين يقول: ليكن X و Y عددين صحيحين طبيعيين بحيث X أكبر قطعا من Y. بين أن x زائد y و x ناقص y لهما نفس الزوجية. السؤال الثاني: حل المعادلة x أس 2 ناقص y أس 2 تساوي 24. السؤال الثالث: ليكن n عدد صحيح طبيعي 3 1. تحقق من أن n أس 2 ناقص 1 هو عدد مضاعف للعدد 8 في كل حالة من الحالات التالية: n يساوي 1، n يساوي 3، وأخيرا n يساوي 5. سؤال 3-2: بين أن n أس 2 ناقص 1 قابل للقسم على العدد 8 لكل عدد صحيح طبيعي n فردي. سؤال 3-3: استنتج أن 16 يقسم n أس 4 ناقص 1. سؤال أخير: استنتج أن 8 قاسم ل n أس 2 زائد 4 n زائد 3. لنبدأ بالسؤال الأول. لنبين أن x زائد y و x ناقص y لهما نفس الزوجية. نفترض أن x ناقص y هو عدد زوجي، إذن x ناقص y يكتب على شكل 2k بحيث k عدد صحيح طبيعي. ولدينا x زائد y يساوي x ناقص y زائد y زائد y. قمت بطرح y فقمت بإضافة y، ناقص y زائد y يساوي 0، إذا نحصل على x زائد y، وبالتالي x زائد y يساوي x ناقص y زائد 2 y. حسب هذه الكتابة لدينا x ناقص y يساوي 2k، نعوض فنحصل على 2k زائد 2 y. نعمل بالعدد 2 بين التعبيرين فنحصل على 2 عامل ل k زائد y، وهذه الكتابة تعني بأن العدد x زائد y هو عدد زوجي. بنفس الطريقة الحالة الثانية، نفترض أن x زائد y عدد فردي، إذن فهو يكتب على شكل 2k زائد 1 بحيث k ينتمي إلى n. ولدينا مما سبق x زائد y يساوي x ناقص y زائد 2y، فنحصل على 2k زائد 1 لأننا افترضنا بأن x ناقص y هو عدد فردي زائد 2y. هذا التعبير وهذا التعبير أقوم بالتعميل بالعدد 2 فأحصل على 2 عامل لي k زائد y زائد العدد 1. هذه الكتابة 2 في عدد صحيح طبيعي زائد 1 تعني بأن x زائد y هو عدد فردي، وبالتالي نستنتج أن x زائد y و x ناقص y لهما نفس الزوجية en la même parité. السؤال الثاني: لنحل المعادلة x أس 2 ناقص y أس 2 تساوي 24. لدينا هذه المعادلة تكافئ x ناقص y عامل لx زائد y تساوي 24. استعملت المتطابقة الهامة a أس 2 ناقص b أس 2 تساوي a ناقص b عامل ل a زائد b، بحيث a هو x و b هو y. إذن هذه الكتابة تعني بأن x ناقص y و x زائد y قواسم للعدد 24. إذن من جهة أخرى نعلم أن قواسم العدد 24 هي الأعداد 1، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، لأن لدينا 24 هو 1 في 24
يساوي 2 في 12 يساوي 3 في 8 يساوي 4 في 6. وبالتالي بما أننا في السؤال السابق بينا بأن x ناقص y و x زائد y لهما نفس الزوجية، إذن x ناقص y و x ناقص و x عفوا زائد y إما سيكونان زوجيان معا أو فرضيان معا. وبالتالي هذه الحالة مستحيلة لأن واحد فرضي و 24 زوجي، هذه الحالة ممكنة زوجيان معا، هذه الحالة مستحيلة لأن أحدهما فرضي والثاني زوجي، وهذه الحالة ممكنة. وبالتالي سنحصل على أربع حالات: 2 12 أو 12 2 أو 4 6 أو 6 4. إذن لتحديد X و Y يجب حل جميع هاته النظمات بالطرق المعروفة، سواء بطريقة التعويض أو طريقة التأليفة الخطية. لنحل هذه النظمة عفوا النظمة الأولى، سأقوم بجمع المعادلتين، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، يعني الطرف الأول زائد الطرف الأول يساوي الطرف الثاني زائد الطرف الثاني. الطرف الأول يحتوي على ناقص y مع زائد y عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر، إذن الطرف الأول يعطي 2 x والطرف الثاني يعطي 14، مما يعني بأن x يساوي 14 على 2 أي العدد 7. نقوم بقسمة هذا الطرف على 2 وبالتالي يجب قسمة الطرف الثاني على 2. لتحديد قيمة y يكفي تعويض x بقيمته في إحدى المعادلتين، إما المعادلة الثانية أو المعادلة الأولى. اخترت المعادلة الأولى، سأقوم بتحويل ناقص y للطرف الثاني يعطي y، وسأقوم بتحويل 2 للطرف الأول يعطي ناقص 2، فنحصل على y يساوي 7 ناقص 2، 7 هي قيمة x أي أن y يساوي 5. وهذه الحالة ممكنة لأن x عدد صحيح طبيعي و y عدد صحيح طبيعي. النظمة الثانية بنفس الطريقة، سأقوم بجمع المعادلتين فأحصل دائما على 2x تساوي 14 أي أن x تساوي 7. لإيجاد قيمة y سأقوم كذلك بالتعويض في المعادلة الأولى، يمكنكم اختيار المعادلة الثانية ستحصلون على نفس النتيجة. إذن لتحديد y سأقوم بتحويله للطرف الثاني لأحصل على y لأن لدينا هنا ناقص y، وسأقوم بتحويل 12 للطرف الأول لأحصل على ناقص 12 أي أن y يساوي 7 ناقص 12، 7 هي قيمة x أي هذه القيمة التي قمنا بتحديدها سلفا، أي أن y يساوي ناقص 5. وهذه الحالة مستحيلة لأن y ليس بعدد صحيح طبيعي. النظمة الثالثة بنفس المبدأ، سأقوم بجمع طرفي المعادلتين، الطرف الأول مع الطرف الأول والطرف الثاني مع الطرف الثاني. دائما ناقص y زائد y عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر، إذا الطرف الأول دائما هو 2x، الطرف الثاني في هذه الحالة هو 10، 4 زائد 6. إذا سأقوم بقسمة الطرفين على 2، هنا لإزالة 2 أقوم بالقسمة على 2، كذلك لإزالة بما أننا قمت بقسمة الطرف الأول سأقوم بقسمة الطرف الثاني على 2، فنحصل على x تساوي 5. نعوض في المعادلة الأولى، كذلك نقوم بتحويل y ونقوم بتحويل 4، فنحصل على x ناقص 4 تساوي y. نعوض x بقيمتها اللي هي 5، قمنا بتحديدها سابقا، 5 ناقص 4 هي العدد 1، وهذه الحالة ممكنة لأن x عدد صحيح طبيعي و y كذلك عدد صحيح طبيعي. الحالة الأخيرة، سأقوم بتغيير 4 مع 6، هنا لدينا 4 6 وهنا 6 4. بنفس الطريقة جمع طرفي المعادلتين،
نحصل على 2x تساوي 10، أي أن x تساوي 5. أقوم بقسمة طرفي المعادلة عفواً على 2، قسم على 2، قسم كذلك على 2. لتحديد y بنفس المبدأ السابق، نقوم بتحويل ناقص y للطرف الثاني و6 للطرف الأول، فتصبح 6 وناقص y تصبح y. نعوض x ب 5 فنحصل على 5 ناقص 6 تساوي y، أي أن y تساوي ناقص 1، وهذه الحالة كذلك مستحيلة لأن y ليس بعدد صحيح طبيعي. وبالتالي حلول المعادلة x أس 2 ناقص y أس 2 تساوي 24 هي الأزواج لكوبل 7 5 و 5 1، بحيث x هو 7 وهذه الحالة x هو 5 و y هو 5 و y هو 1. الأعداد الأولى هي تمثل x عفوا، والأعداد الثانية تمثل y. سؤال 3-1، لنتحقق من أن إن أس 2 ناقص 1 مضاعف للعدد 8 في كل حالة من الحالات التالية: إن تساوي 1، إن تساوي 3، وإن تساوي 5. في حالة إن تساوي 1، نقوم بالتعويض: إن أس 2 هو 1 أس 2، و 1 أس 2 هو 1، 1 ناقص 1 هو 0، و 0 هو مضاعف للعدد 8 لأنه يكتب على شكل 0 في 8. إذن في حالة n تساوي 1، n أس 2 ناقص 1 مضاعف للعدد 8. حالة الثانية، إذا كان n يساوي 3، n أس 2 3 أس 2 هي 9، 9 ناقص 1 هي العدد 8، و 8 مضاعف للعدد 8 لأنه يكتب على شكل 1 في 8. إذن في حالة n تساوي 3، n أس 2 ناقص 1 مضاعف للعدد 8. في حالة n تساوي 5، نحصل على 5 أس 2، 5 أس 2 هو 25، ناقص 1 هو 24، مضاعف للعدد 8 لأنه يكتب على شكل 3 في 8. سؤال 3-2، لنبين أن n أس 2 ناقص 1 يقبل القسمة على 8 لكل عدد صحيح طبيعي فردي، يعني في هذه الحالة جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية الفردية فقط. إذا كان n فردي فنعلم أنه يكتب على شكل 2k زائد 1، بحيث k عدد صحيح طبيعي. وبالتالي n أس 2 ناقص 1، نقوم بتعويض n بتعبيره، هو 2k زائد 1 الكل أس 2 ناقص 1. هذا التعبير عبارة عن متطابقة a زائد b الكل أس 2 تساوي a أس 2 زائد 2ab، b هو العدد 1 زائد b أس 2. 2k الكل أس 2 هو 4k أس 2، 2 في 2 هي 4، إذن 2 في 2 في k هي 4k، 1 أس 2 هو 1، 1 ناقص 1 عددان متقابلا هو 0، فنحصل على 4k أس 2 زائد 4k. نقوم بالتعميل ب4k فنحصل 4k، التعبير الأول يبقى لدينا k والتعبير الثاني 1. هذا التعبير k في k زائد 1 هو عددان متتابعان، ونعلم أن عددان متتابعان هو عفوا جداء عددين متتابعين هو عدد زوجي، يعني يكتب على شكل 2 في عدد صحيح طبيعي، 2 بي في هذه الحالة اخترت بي، و 4 في 2 هو 8. إذن نحصل على n أس 2 ناقص 1 يساوي 8 بي، مما يعني بأنه مضاعف للعدد 8. إذن n أس 2 ناقص 1 يقبل القسمة على 8 لكل n فردي. السؤال الثالث 3-3، لنستنتج أن 16 يقسم العدد 4 أس عفوا n أس 4 ناقص 1. نعلم أن n أس 4 هو n أس 2 الكل أس 2، لأن 2 في 2 4، و
واحد هو واحد أس اثنان. إذن هذا التعبير يكتب على شكل متطابقة الهامة رقم ثلاثة، أ ناقص ب عامل أ زائد ب، بحيث أ هو N أس اثنان و ب هو العدد واحد. أ هو N أس اثنان و ب هو العدد واحد، فنحصل على N أس اثنان ناقص واحد عامل ل N أس اثنان زائد واحد. حسب السؤال السابق بينا بأن N أس اثنان ناقص واحد هو مضاعف للعدد ثمانية، يعني يكتب على شكل ثمانية ب، أو يقبل القسم على ثمانية. وكذلك لدينا N عدد فردي، إذن N أس اثنان يساوي N في N هو عدد فردي كجداء عددين فرديين، وبالتالي N أس اثنان زائد واحد هو عدد زوجي، لأن N أس اثنان فردي أضفنا واحد سيصبح عدد زوجي، فنحصل على N أس اثنان ناقص واحد، هذا قلنا بأنه يقبل القسمة على ثمانية إذن يكتب على شكل ثمانية بي، هذا العدد قلنا بأنه عدد زوجي إذن يكتب على شكل اثنان تي، أو اثنان في عدد صحيح طبيعي، اثنان في ثمانية هي ستة عشر، فنحصل على ستة عشر بي تي. الكتابة الأخيرة تعني بأن 16 يقسم N أس 4 ناقص 1 أو N أس 4 ناقص 1 من مضاعفات العدد 16. السؤال الأخير لنستنتج أن 8 يقسم N أس 2 زائد 4N زائد 3. لدينا N أس 2 زائد 4N زائد 3، قمت بطرح 1 وأضفت 1 على التعبير السابق، ونعلم أن 1 زائد 3 هو 4. هنا هذين التعبيرين الأخيرين قمت بالتعميد بالعدد 4، ولدينا حسب السؤال 3 2. إذا كان N فردي فإن N أس 2 ناقص 1 يساوي 8 ك، يعني من مضاعفات العدد 8 أو يقبل القسمة على 8. كذلك N عدد فردي، إذن N زائد 1 فهو عدد زوجي، يعني أن N زائد 1 يكتب على شكل 2 ك بريم، وبالتالي N أس 2 زائد 4N زائد 3 تساوي N أس 2 ناقص 1 هي 8 ك، N زائد 1 هو 2 ك بريم، و 2 في 4 هي 8، فنحصل على 8 ك زائد 8 ك بريم. سأقوم بالتعميد بالعدد 8 لأحصل على 8 عامل لك زائد ك بريم. وهذه الكتابة الأخيرة تعني بأن N أس 2 زائد 4N زائد 3 مضاعف للعدد 8 أو يقبل القسمة على 8، لأن ك زائد ك بريم هو عدد صحيح طبيعي. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا تصحيح التمرين رقم 11 من درس مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية ومبادئ في الحسابيات، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.